أما لتحت ما هو معلوم. لما غضب على الشيطان قال أخرج منها مذؤوما مدحورا. وقلت لكم يا أخواننا مدحور مش هيك هيك. والناس بيقول لك دحرنا العدو، خطأ، هذا ضرأنا العدو مش هيك. وقد يريد فيها معنوي، إنما الدحور لا يكون كما قلت لك. العبوا في الأحرف، حذرة ودحرة، حذرة عفوا ولا على تحت منحدر، تصير على تحت مش هيك يا إخواننا. والشيطان أراد أن يتكبر فيها، كان من العالين، بده يكون من العالين. شو كان الجزاء؟ دحور. فواضح قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو،